ختامها مسك معنا بيوم جديد صحيح. مع فناننا الأردني أيهم روزا اللي نورنا بالاستوديو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أيهم. صباح الورد الله يسلمك أيهم. وألف مبروك على الأغنية. الله يبارك لأمك يعني مبسوط عجبتك حكتي لي كثير حلوة والفيديو كليب رائع والمكان بجنن صراحة. الله يسلمك طبعا والله حلو جدا يعني بقوله فرخ البط عوام. سعيدة بوجودك اليوم. يمكن سبق وكان في لقاءات كثيرة من خلال برامج أخرى مع والدك الشاعر خليل روزا الله يعطيه الصحة وأكيد عم بيتابعك هلا. صباحك ورد عليك. فنان أردني وشاعر يعني مهم جدا تعامل مع عدد كبير من الفنانين والمطربين الأردنيين والعرب. يعني اليوم أنت بتغني وبنفس الوقت بتلحن. لازم نسألك يعني ما إنه اليوم بدايات لسه عم نحكي. أنت بدأت ومين رعى هاي الموهبة؟ بصراحة الشكر الكبير هو والفضل الأكبر للوالد من البداية لأنه كان الموضوع يعني بالبيت موضوع فني وشعر. فأنا بلشت بالتلحين بصراحة. كنت أمسك نصوص الوالد وحاول أدندن ألحن. يمكن إشي مش كثير مصبوط يعني طالع من طفل وكذا بس لا بعدها فترة بلشت بالتلحين ونزلي أعمال بالسوق وهيك كملحن. بس قررت أني أغني من السنة الماضية. أنزل سينجلز لي وأغاني من السنة الماضية. اكتشفت يعني أنه صوتك حلو ولا حدا شجعك ولا أنت أصلا مخطط وناوي أنه أنت بعد التلحين تغني؟ والله هي بصراحة بلشت يعني بخطة من قبل. والدي شجعني حكالي أنه يعني أنت صوتك حلو وهيك بلش غني يعني بصراحة يعني. والتلحين حلو أنت شاطر فيه كمل استمر بالتلحين وغني يعني. طيب إحنا ما نقول لك يلا غني. نغني بصراحة حابب أغني اللي هي أول أغنية اللي عملتها واللي برضو عشان يوم المرأة مبارح. كلماتك؟ هي كلمات أخوي إيهاب. أخوي إيهاب روزا يعني ما شاء الله عائلة فنية. من ألحاني من توزيع كلاني هي أغنية للأم. أوكي تفضل. فبحكي لها وصباحك وردي أمها أقولها يا أحن امرأة في الدنيا يا أطيب قلب في العالم يا من عن وصفك يا أمي احتر وعجز البني آدم يا من في وقت الضيق أما أختا ورفيق عيناك نوري في دربي ترعاني طول الطريق عيناك نوري في دربي تراني طول الطريق. الله صباحك ورد يا أمه. الله يخلي لك إياها يا كل الأمهات. خلي كل الأمهات بخير يا ربي. أيهم يعني بيت فني فإذا بتردد عليه عدد كبير من المبدعين ومن الفنانين. وأكيد أنت يعني أنتوا أطفال بالنهاية كنتوا في 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 البيت تتأثروا بالزوار ومش أي زوار. صح صح. مين هيك من الذاكرة عالق في ذهنك؟ مين من الذاكرة من الفنانين سواء الأردنيين أو العرب أثر بشخصيتك واليوم عم تظهر في فنك؟ نعم في بصراحة اللي هو صديق العيلة وصديقنا بشكل شخصي الفنان جاد خليفة. هو صديق الوالد كان ينزل عندنا على السلطة ونقعد بالمزارع ودنيا وكذا ونعمل يعني قعدات حلوة بصراحة ونقعد وهو صديق لنا. وكنا دائما القعدات ندندن نغني نسمع أغاني كذا. فبصراحة ليش جاد بالذات يعني شو اللي لفتك فيه؟ جاد هو صديق أبوي وصديقه جدا يعني وحاليا كل أعمال جاد عم بتكون خلال أبوي وجاد. نعم وكانت أول طلعة جاد يعني نعم من خلال نعم أكيد خليل نعم. روزا. طيب أيهم خلينا نحكي عن كواليس تحضير مشتاق وتصوير مشتاق. مشتاق بصراحة بلشنا نصور فيها يعني أنا خلصت الأوديو بشهر 12 بلشنا نصور فيها بشهر 1 ونزلت أنا حتى بواحد 3 يعني نعم. ظلين 3 أشهر بنصور مشتاق أوكي بصراحة هو أنا كنت أعملها أوديو وناوي أعملها يعني أنزلها أغنية سينجل عادي بدون لكن بصراحة صارت صدفة التقيت أنا وأستاذ جهاد بشارات بوجه له بحكي له صباح الخير أكيد حكى لي هالأغنية بدنا نصورها كليب واقترحت عليه وكذا ووقف معي ودعمني بصراحة أستاذ جهاد وبلشنا بصراحة تصوير عملنا صورنا بأكثر من لوكيشن بأكثر من مكان صورنا بكوخ الجبل بالسلط وبطلة القدس وبالقاوي ويدنج اكسبيرينس بشارع الخضر والكل تعاون معنا بصراحة. الموديل كانت كارل الفارس برضو وجه لها تحية. الأغنية كلمات أخوي إيهاب روزا من ألحاني توزيع الفاعوري ميكس ماستر استوديوهات الأثير
وجيتارات ركان مدنات نعم، واشتغلنا فيها منيح بصراحة. كان في فترات يعني شاركت في أجواء التصوير برأيك، يعني كان في عندك ملاحظات، كان في كيف نعم كانت علاقتك نعم. هو كان المخرج. بصراحة رأي متبادل بيني وبين أستاذ جهاد موضوع الأفكار الانترو الأوترو الأشياء. ممكن نشوفك كممثل لبعدين بما أنك خطيت أول خطوة بالتمثيل. أنا بصراحة أنا بحب التمثيل بصراحة ممكن يعني احتمال نشوفك. وحتى بصراحة طبيعة أغنية أنا عم بنزل يعني تقدر تعتبريه مسلسل يعني بصراحة الأشياء اللي أنا عم بنزلها. أنا بلشت لما بلشت أغني بلشت بكاركتر من بعد حلو حلو إمرأة بلشت بكاركتر. أول إشي هذا الكاركتر عمل صافن، أغنية اسمها صافن أول أغنية نزلت لي. بعديها عمل يا مطر لما جت الشتاء وكذا، هو كاركتر عم بروي بكل يعني بتقدر تقول كل أغنية حلقة عرفتي. فهو مسلسل الحلقة الأخيرة حنوصلها اسمها أغنية أنا مجهزها ولسه مش هسا اسمها حركة كتاب هي بتقدر تعبري الحلقة الأخيرة من المسلسل نعم. بعدين حبلش بكاركتر جديد حلو يعني زي سلسلة يس بالضبط سلسلة حلو جدا. يعني وجودك معنا اليوم إضافة لنهاية الأسبوع إضافة جميلة حلو نتعرفنا عليك أيهم، وأكيد رح نسمع منك قبل ما نودعك ونودع المشاهدين في أول ساعتين من برنامج يوم جديد. هبة يعطيك العافية. أنت كمان يعطيك ألف عافية لارا، شكرا لك وأكيد شكرا لضيفنا أيهم نورتنا اليوم بيوم جديد. أكيد مشاهدينا قولي يلا بدي اقول يلا قولي قررت تختمي بدنا نسمع منه صح تفضلي. اكيد بالنهايه بدي اتشكر كل الزملاء اللي كانوا معنا وكل ضيوفنا اللي تواجدوا معنا في بدايه هذا الصباح، وهمسه صغيره لمشاهدينا الاعزاء بدي اقول كن جبلا يصعب الوصول اليه، اترك عنك صغائر الامور وصغار النفوس واستمر في الصعود. نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا في أمان الله. شكرا لك لارا ونسمع منك تفضل. شو نسمع شيء زي شو؟ شو إما أنت حابب شو حابب مع نهاية الأسبوع. أوكي إن شاء الله الأغنية جاية تعامل مع والدي ومن ألحان محمد نابلس صديقنا. حلو يلا. رحت وبدي أقول هالغيب يا طول ما رح برجع إليك ولا رح بتذكريك، رح ببكي عالغياب ورح عايش بعذاب، هيدا درك يا قلبي عمره مرة ما صاب، رح ببكي عالغياب ورح عايش بعذاب، هيدا درك يا قلبي عمره مرة ما صاب نهائيا ما صاب. الله يسلمك. أنا بس رح تعرفي شو صعب هالأيام، مش عم يمشي الوقت قديش أنا محتاجك، أنا بس رح تعرفي فرح